السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الخو، تحياتي لكم جميعا ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا جديد الإخوان، كما شفتوا يعني في العنوان ديال هذا الفيديو، الرحلة ديالي إن شاء الله غتبدأ من تيرمينال ديال باستو كما تشاهدون. دابا حاليا أنا في تيرمينال ديال باستو، غنمشي نقطع الورقة ديال البوس بوغوطا إن شاء الله، من ثم غنسد الطيارة لكوبا إن شاء الله. وهذا ما كان الخوت، يعني كنتمنى يعني يعجبكم الفيديو، ولكن غنقول لكم واحد الحاجه، عندي شي قرزازه الخوت في هذه القناه هذه ما كيبغوش يديروا لي اللايك. عملكم قرزازه صاحبي على اللايك، ديروا اللايك الخوت وشجعونا، وتحياتي لكم وبقوا معايا الاخوان. خوتي يلاه لقيتوني، يعني الله خديت تيكيتا ديال البوس، ديتها تقريبا ب 40 دولار، كاينه وحده كدير 30 دولار، ولكن هذه كيكون الكار شويه بحال الشكل ديال الطوبيس كيدخل المدن بزاف كيتعطل، يعني هذه اللي كدير تقريبا 40 دولار، يعني كتربح تقريبا واحد 3 السوايع، يعني كتربح 3 السوايع. الاخر مثلا كيدير 20 ساعة، هذا ديال 30 دولار يقدر يدير بك 22 ساعة 23 ساعة من هنا لبوغوطا، حيت كاين شي 840 كيلومتر، ولكن 840 كيلومتر غتجيكم سهلة، ولكن في كولومبيا الإخوان راه الطريق صعيبة بزاف بزاف بزاف. شوفوا غير الفرق يعني ديال 840 كيلومتر شحال غدير ديال الوقت. بالنسبة للطوموبيلة غدير ما بين 17 ساعة 18 ساعة، أما الكيران عول على 20 22 ساعة. وهذا ما كان الخوت، المهم كنتسنى دابا الكار، يعني الوقت نتسناو الكار يدخل وغنمشيو الخوت وغنصور لكم شويه تنوصلوا ان شاء الله الاخوان. دابا انا شاد الكار غادي في الطريق وكنتمنى نوصلوا بخير وعلى خير. هانتوما الخوت الجبوله، شوفوا واحد الطريق الخوت ما عرفتش غتبان لكم. هانتوما الكار الى بغيتي تتفرج، مسائل كلشي كاين، غادي تشارجي التليفون، راه كاين فين غاتشارجي التليفون ديالك، يعني الكار زوين صراحة مريح، ما بين الكرسي والكرسي يعني كتسرح شليك مزيان. شوف الخوت، شوف 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 يا ربي السلام، عرفت الخوت ملي كنشوف هنا لتحت، عرفت اش غيبان ليكم بلاتي؟ لا اله الا الله. وصلت خوتي، وصلت المحطة ديال كالي الحمد لله، غنمشي نقلب على العشاء يعني نتعشى الاخوان، وغادي نخليكم ان شاء الله حتى الغدا الصباح ونكملوا الفيديو الاخوان، حيت الليل هذا ما يمكنش ليا نصور لكم في الطريق. دابا حنا راه مازال غنشدنا الطريق، درنا كل شيء حاجه وغنمشي للكار، ولكن غير الفوق هنا المحطة هذيك كما تشاهدون هي عندها شي ثلاث طبقات. انا دابا غادي يعني في لاكاب، وهذا ما كان الخوت. المهم صباح الخير، حتى الغدا ونكملوا الفيديو الاخوان. صباح الخير الاخوان، الحمد لله وصلت لبوغوطا الخوت كما تشاهدون. دابا حاليا انا في بوغوطا، يلا وصلنا 7 الصباح هذا الخوت، والشميش سبحان الله العظيم، يعني بوغوطا ما كاين لا الشتاء لا والو، مشمشه القضيه. المهم الخوت من الصباح وانا كنجري، دابا حاليا انا في المطار كنتسنى وقت الطياره، عييت الاخوان صراحه والله العظيم، من السبعه غادي كنجري، خاصني شي حاجه نتقدا هنا في بوغوطا، والله العظيم الله دخلت عندي الطياره دابا تقريبا شي الوحده الليل، بقات لي شي ساعتين كما قلنا، انا غنتسنى هنايا حتى توصل الوقت وصافي، وغنشد ونشد الطيارة. هذا ما كان الخوت، المطار هو هذا. انا دابا نصور لكم شويه لداخل، يلاه دخلت هالباب فين دخلت الخوت. هذا ما كان